محمد يا أمة محمد يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يعاد فماذا أنتم فاعلون؟ والله لا خير فينا والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام وأمه لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتقل على أعدائها ونبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حجبهم المغشوش وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمصداق الحرية ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس بل أصبح عباد البقر أرجلوا بالنار أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة فقال رجل منهم هذا لكلامك في محمد فقال الصليبي كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق صليبه وقلع ثوبه فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق صليبه وقلع زوره في حاله فمات من فوره فأسلم نحو من 40,000 من الوهود غارت وغضبت الكلاب أين ضربتها؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله فأين أشواقنا؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقت لإخواني فيقولون ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني